حقيقة الموقف الروسي من هذا العدوان؟ هل هي مع أم ضد هذا الهجوم التركي؟ بداية تحية لكم ولضيفكم الكرام ولمشاهديكم الأكارم. بالطبع وبكل تأكيد الحكومة الروسية هي ضد هذا التدخل أو هذا العدوان، وتحاول اليوم الحكومة الروسية أن تضع نفسها وسيطا ما بين كل من دمشق وما يسمى بميليشيا قسد من جهة، ومن جهة أخرى ما بين دمشق والحكومة التركية، على أساس أن هناك اتفاقا قديما بين روسيا بين سوريا وتركيا والمسمى باتفاق أدنا، والذي يقضي بالتعاون وتبادل المعلومات وحتى دخول القوات التركية لمسافة 5 كيلومتر ضمن الحدود السورية من أجل مكافحة ما يسمى بالإرهاب أو الجماعات الانفصالية أو الإرهابية أو والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي الروسي كما يعلم التركي.